نعم. فضيلة الشيخ حفظك الله، مسألة العذر بن جهل هل داخلة فيها مسألة سب الدين وسب الرب؟ مسألة ايش؟ مسألة سب الدين وسب الرب. سب ايش؟ سب الدين وسب الرب. سب من؟ سب الرب. هل أحد يجهل أن الرب يجب تعظيمه؟ أسألك، أسألك، قل نعم ولا لا؟ ما أحد يجهل أن الرب له من التعظيم والإجلال ما لا يمكن أن يسبه أحد، وكذلك الشرع. فهذه مسألة فرضية في الذهن لا وجود لها في الواقع. وعلى كل حال، كل من سب الله فهو كافر مرتد، حتى وإن كان يمزح، فيجب أن يقتل، ويجب أن يرفع أمره إلى ولي الأمر، ولا تطع الذمة إلا بذلك. ثم إن تاب وأناب وصلحت حاله وصار يسبح الله ويعظمه ويقوم بعبادته، فقال بعض أهل العلم إن توبته لا تقبل وأنه يقتل كافرا. قالوا وذلك لعظم ذنبه وردته فيقتل، وفي الآخرة أمره إلى الله. لكن في الدنيا نقتل على أنه كافر، فلا نغسله ولا نكفنه ولا نصلي عليه ولا ندفنه مع المسلمين ولا ندعو له بالرحمة. أفهمت؟ هذا هو مذهب الحنابلة المشهور عند الحنابلة الآن، والذي يعمل به. وقال بعض أهل العلم إذا تاب وصلحت حاله وعرف أنه استقام وندم فإنها تقبل توبته ويرفع عنه القتل، وإذا مات فشأنه شأن المسلمين، لأن هذا حق لله. وقد بين الله تعالى بكتابه أنه يغفر الذنوب جميعا، فقال قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. وهذا القول هو الراجح، أننا إذا علمنا صدق توبته وحسن حاله فهو مسلم، لا يحل قتله. فهمت؟ طيب. أما من سب الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيقتل بكل حال كافرا مرتدا، ولا تقبل توبته أيضا عند الحنابلة رحمه الله، لعظم ذنبه. ولكن لو تاب وحسنت حاله ورأينا منه تعظيم الرسول صلى الله عليه وسلم وتعظيم شريعته، فهل نقبل توبته ونرفع عنه القتل، أو نقبل توبته ولا نرفع عنه القتل؟ هذا القول الثاني هو الصحيح، أننا نقبل توبته ونقول أنت مسلم، ولكن لا بد أن نقتله. فهمت؟ طيب. فإن قال الإنسان كيف تقول لا بد أن نقتله وأنت تذكر أن سب الرب عز وجل إذا تاب منه الإنسان فإنه لا يقتل، هل حق الرسول أعظم من حق الله؟ فالجواب لا، حق الله أعظم بلا شك، ولكن الله أخبر عن نفسه بأنه يتوب على من تاب إليه، والحق لله. إذا تاب الله عن تاب الله على هذا العبد وعفى عن حقه فالأمر له. لكن الرسول عليه الصلاة والسلام إذا سبه الساب فقد انتقصه شخصيا، والحق لمن؟ للرسول صلى الله عليه وسلم. ونحن الآن لا نعلم هل الرسول عفى أو لا، لأنه ميت، فيجب علينا أن نأخذ بالثأر ونقتل. وإذا علمنا أنه تائب حقيقة قلنا هو مسلم، يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن مع المسلمين. ويدل لهذا أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم
عفى عن أقوام سبوه بعد أن أسلم، عفى عنهم وسقط عنهم القتل. نعم سار. نعم سب الدين كسب الرب عز وجل.